السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل شهر تقريبا التقينا مع الشطر الأول من هذه الندوة المنظمة من طرف مكتب العلاقات الخارجية لجماعة العدل والإحسان، والتي اختارت لها كموضوع مستقبل العالم الإسلامي في ظل التحولات الدولية الراهنة. وبعد شهر نلتقي ونحن لا نزال في ظروف الحجر بسبب وباء كورونا الكاسح، وقد تحول العالم بقدرة قادر سبحانه شعوبا وحكاما إلى حياة مشلولة عاجزة مقهورة. وصف خلالها الخبراء والاستراتيجيون هذا الوباء بالابتلاء والاختبار، وذهب الاقتصاديون إلى أنها أزمة عالمية. أما في الغرب فيلوح بعضهم بحرب كونية ثالثة، وأنذر آخرون بأزمة الإنسان، حيث تعالت أصوات للإقلاع نحو عالم جديد يعاد فيه الاعتبار للهوية والآدمية الإنسانية. وربما سيلتقون هاهنا مع قولة الحكيم، حكيم العرب والمسلمين ابن خلدون، الذي يقول: لا يتم وجود النوع البشري الإنساني إلا بالتعاون. وبدورنا واهتماما منا بشأن راهن ومستقبل أمتنا الإسلامية المبشرة الموعودة، نستضيف للحديث في مجالين حيويين ضيفان من ذوي التخصص والخبرة، حيث يتناول المحور الأول الأستاذ رشدي بويبري موضوع الخيارات السياسية والاقتصادية القمين بصناعة حضور مستقبلي فاعل للأمة. أما المداخلة الثانية فسيلقيها الأستاذ ربيع حمو، وهي بعنوان مركزية التعليم والبحث العلمي في البناء الحضاري. فنبقى إذن مع الأستاذ رشدي بويبري، الباحث في الفكر والفلسفة وعضو مجلس إرشاد جماعة العدل والإحسان، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان أكملان على مولانا رسول الله وآله وصحبه أجمعين. سعيد بدوري بالمساهمة في هذه الندوة التي ينظمها الإخوة في لجنة العلاقات الخارجية لجماعة العدل والإحسان حول التحولات المصاحبة لهذا الحدث الذي شغل الكرة الأرضية، حدث جائحة كوفيد-19. موضوع مداخلتي سوف يكون حول الخيارات السياسية والاقتصادية الدولية وتأثيراتها على الأمة الإسلامية. قبل أن أفصل القول في هذا الموضوع، أود أن أشير إلى نقطتين منهجيتين أساسيتين. الخبراء عادة يميزون في حركية الأمم والشعوب بين الأحداث والصدى الذي تتركه الأحداث. الحدث عادة يكون محدودا في الزمن والمكان، والكرة الأرضية كلها أحداث والزمن كله أحداث، ولكن الصدى الذي يتركه الحدث قد يتجاوز ما مجاله الزماني والمكاني وقد يمتد إلى المستقبل. هناك أحداث لا زالت أصداء وهذا تأخر يعني تعيشها الإنسانية رغم أنها وقعت منذ آلاف السنين. فقيمة الحدث ليس فقط في ذاته، بل فيما يتركه من أصداء في البشر وفي الزمان والمكان. كوفيد-19 أو جائحة كورونا هي حدث، وحدث مهم، هو وباء مثل غيره من الأوبئة، وقد عرفت الكرة الأرضية كثير من الأوبئة. يكفي أن أذكر بأن منظمة الصحة العالمية تتلقى سنويا قرابة 5000 إخطار حول الأوبئة والفيروسات والأمراض، وأن الكرة الأرضية أو مجموعة الدول في الكرة الأرضية تنفق ما يتجاوز 550 مليار دولار سنويا لمواجهة هذه الظواهر. فهل نحن بصدد تحول تاريخي أم نحن بصدد حدث محدود؟ أنا لا أعتبر هذه الجائحة تحولا تاريخيا، ولا أعتبر بأنها ستنتج تحولا تاريخيا كبيرا، بل هي حدث أدخله في خانة ما يسمى لفاكتور كاتاليزور، يعني الفاعل المسرع، وهي بالمناسبة أحداث تناسلت بشكل كثير في هذه المرحلة، وهذا دليل على أن الكرة الأرضية مقبلة على انعطافة تاريخية مهمة. الآن نعيش بعد كوفيد أحداث العنصرية في أمريكا، وسنعيش
أحداث أخرى، قبلها كانت الأزمة الاقتصادية في سنة 2008 أو غيرها. فنحن بصدد سلسلة من الأحداث تفعل وتسرع من وتيرة التحول التاريخي المقبل. والمناسبة ظاهرة التغير هي ظاهرة بشرية تاريخية كونية، هي سنة الله تعالى في الخلق أن يحدث تحول باستمرار في حياة الناس وفي أزمنتهم وفي علاقاتهم. بشكل عام حين نتحدث عن التحولات يجب التمييز بين ثلاث مستويات: تحول في السياسات، تحول في الخيارات، وتحول في المسارات. بينها ترابط، ولكن لكل عنصر من هذه العناصر خصوصية تميز عن الآخر. حين نتحدث عن تحول في السياسات فنحن نتحدث عن تحول في المجال التكتيكي. كل دولة وكل مجتمع له شأنه العام، وهذا الشأن العام يسير من قبل سياسات، وهذه السياسات تتحكم فيها خيارات. فمراجعة السياسات ونقدها وتقويمها هذا يتم بشكل دائم، سواء بشكل مرحلي أو بشكل دوري. أما الخيارات فالتغيير فيها يتم على مستوى متوسط المدى، ليس من السهل تغيير الخيارات، لأن الخيارات تنضج عبر الزمن وهي تغطي مجالات متعددة. نتحدث عن خيارات سياسية، خيارات اقتصادية، خيارات ثقافية، خيارات دينية وغيرها. فإذا التغير على مستوى الخيارات هذا يحتاج إلى وقت ويحتاج إلى حكمة وتدبير وتخطيط عميق. بينما تغيير السياسات هذا كما قلت هو سلوك دائم. قد تعمد بعض الدول والمجتمعات إلى تغيير بعض خياراتها ومراجعتها حسب الظروف والمناسبات والضرورات. التغيير الأعمق وهو ما يسمى التغيير في المسار. المسارات هي المحددات الكبرى التي تحدد وجهة مجتمع ما ودولة ما، وهي المحددات والمقومات الكبرى لهذه الدول وهذه المجتمعات. نتحدث مثلا في المسار، مسار الدولة، عن اتجاهاتها الإيديولوجية، عن اتجاهاتها القيمية، عن مرجعيتها الهوياتية الدينية والحضارية. فالتغير على مستوى المسارات هذا لا يحدث بشكل دائم ومستمر. التغير على مستوى المسار، حين نقول تغير على مستوى المسار نتحدث عن انعطافة تاريخية في وجهة ومسار دولة ما أو مجتمع ما أو في مسار تاريخ البشرية ككل. وهذا بطبيعة الحال تغير في المسارات يحدث في مراحل تاريخية متباعدة، ويحدث إثر حولات عميقة يعني تنجز في المجتمعات وفي الدول. فهو يحتاج إلى وقت وإلى جهد وإلى تدبير كبير. فهل سينتج جائحة، هل ستنتج جائحة كورونا تحولا في السياسات أم في الخيارات أم في المسارات؟ تجدر الإشارة هنا إلى أن التغيير في السياسات والخيارات هذا أمر مرتبط بإرادة الدولة والمجتمع، ولكن التغيير في المسارات يتجاوز الإرادة الخاصة بكل مجتمع أو دولة أو شعب إلى شروط توفر شروط الموضوعية، وفي مقدمتها وفي أساسها القدر الإلهي الذي يأذن به الله سبحانه وتعالى بحدوث، يأذن فيه الله تعالى بحدوث هذا التحول في المسار. ثم بعد ذلك توفر شروط موضوعية في سياق زمني أو جغرافي أو غيره. فيما يرتبط بالخيارات المفتوحة الآن، طبيعة الحال تم هناك نقاش كبير ولا زال هذا النقاش مضطرد ومستمر حول خيارات الدول تجاه جائحة كورونا، سواء في تدبير هذه الجائحة أو في تدبير آثارها وعواقب ما خلفته في اقتصادات وسياسات المجتمعات. يجب التمييز هنا بين مستويين، بين مستوى الدول المهيمنة على العالم، والمقصود بالأساس الدول الغربية، الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا ثم الصين وروسيا، وبين الدول الأخرى التابعة والتي تدور في فلك هذه الدول، سواء كانت الأمة الإسلامية أو العالم الإسلامي أو الدول الأفريقية أو الأسيوية من غير الأمة الإسلامية. على مستوى الحكومات الغربية زائد الصين وروسيا، هناك حديث كبير حول ضرورة مراجعة السياسات في المجال السياسي والاقتصادي،
وضرورة مراجعة بعض الخيارات نتيجة التراكمات التي أفرزتها جائحة كورونا على المجتمعات الغربية. هناك حديث، وهذا الحديث بالمناسبة هو استمرارية لحديث سابق أو لنقاش سابق قبل هذه الجائحة، بضرورة العناية بالقطاعات الأساسية، قطاع الصحة والتعليم والبحث العلمي. هناك بعض الأصوات تنادي بضرورة إعطاء الأولوية للبحث في الطاقة المتجددة ومحاولة تجاوز الطاقة الأحفورية. هناك حديث في ضرورة إعطاء مستوى وتجاوز مستوى العولمة المنفتحة إلى مستوى من تحكم الدول في مواردها وفي إنتاجها وتوجيه الجهد الأكبر للداخل. فعلى أي حال هناك حديث عن مراجعة مجموعة من الخيارات. أما على مستوى السياسات الموجهة نحو العالم الإسلامي وهو الذي يعنينا، أعتقد بأن لا حديث في هذه الدول إلا عند نخب قليلة عن تغير في المسارات. الدول الغربية خاصة دول أمريكا والاتحاد الأوروبي هي في وضعية المهيمن والمسيطر الآن، وهذا المسار الذي يسير فيه العالم ليس من الوارد مطلقا أن تفكر الحكومات الغربية في تغييره. هي استحلت موقع المستكبر المهيمن ورتبت عليه كثير من وضعياتها الداخلية اقتصادية وسياسية واجتماعية، وبالتالي ليس من الوارد تغيير المسار في هذا الاتجاه لسببين. السبب الأول هو أنهم يعتبرون بأن الرأسمالية والليبرالية هي أفضل ما أنتجته البشرية في كإيديولوجيا وكإطار مرجعي لتدبير الشأن العام وأيضا الشأن الخاص، ثم لأن تغيير هذه المرجعية أمر مكلف جدا ويحتاج إلى تغير تاريخي وانعطافة تاريخية في مسار العالم. فالدول المهيمنة في العالم ستركز على منطق الاستمرارية في تعاملها مع الدول الإسلامية ومع المجتمعات الإسلامية ككل. هذه الاستمرارية التي بنيت على سياسات سابقة كرست الفقر والجهل والتخلف وكرست الاستبداد وغياب الديمقراطية وغياب الحرية، لأجل ذلك ستستمر في استثمار في هذا الاتجاه، ستدعم، وهذا ما نلاحظه خلال هذه الجائحة، ستستمر في دعم الأنظمة المستبدة وتشجيعها على تهريب الثروات وعلى فتح الباب لنهبها الثروات المحلية. ستستمر في التغطية على جرائمها وانتهاكاتها لحقوق مواطنيها، وهذا نرصده الآن، وليس من الوارد أن تغير الحكومات الغربية جزءا من هذه السياسات، بل ها أن تغيرها بشكل كلي. ثم ستستمر أيضا في النظر إلى هذه المجتمعات وهذه الدول على اعتبار أنها مجرد أسواق لسلاعها ومجرد موارد ومصادر للمواد الأولية وللكفاءات التي تغذي اقتصاداتها، وستستمر أيضا في النظر إليها باعتبارها تابعا ودائرا في فلكها سواء سياسيا أو اقتصاديا. فالرهان هنا ليس على ماذا سيحدث من تغير في المجتمعات الغربية، الرهان الأساس هو على ما سيحدث من تغير في المجتمعات الإسلامية. الخيارات السياسية والاقتصادية الغربية تستهدف بالأساس وضعها الداخلي، ثم بشكل ثانوي الوضع الخارجي في علاقتها بالآخر وخاصة بالعالم الإسلامي. فالرهان إذن على التغير في العالم الإسلامي، في المجتمعات الإسلامية، في الأمة الإسلامية. التغيير المطلوب هو تغيير في المسار، تغيير في السياسات والخيارات. هذا ليس بيد الشعوب ولا يستجيب لطموحها الحقيقي. لماذا؟ لأن التحكم في السياسات والخيارات هذا بيد الوكلاء الذين وضعتهم الدول الاستكبارية حكاما على المجتمعات الإسلامية. وبالتالي فإن السياسات والخيارات حتى إذا تغيرت تتغير في نطاق الهيمنة وفي دائرة التبعية لهذه الدول الاستكبارية. الأمة الآن بحاجة ماسة إلى تغير في مسارها التاريخي، والله عز وجل يأذن، وهذا ما نلمسه بحمد الله سبحانه وتعالى،
يأذن بكثير من الأحداث التي تسير في هذا الاتجاه، والتي تبشر بأن الأمة مقبلة قريبا على انعطاف تاريخي في مسارها الحضاري. فهذه العوامل المسرعة للتغيير دليل على هذا الأمر هذا. وما يعتمل داخل المجتمعات الإسلامية في أحشائها أو في ظاهرها، وما يحدث من ضغوط على المجتمعات الغربية والدول الغربية، دليل على أن هذه الانعطافة التاريخية قريبة وقريبة جدا. لأجل ذلك الرهان الحقيقي هو على وعي، على وعي النخب في المجتمعات الإسلامية، وعلى ارتفاع من سب وعي المجتمعات والشعوب ومساهمتها في هذه الصرور والتحولات العميقة التي تحدث الآن. ولا يمكن لهذه التحولات أن تحقق ما تصبو إليه الأمة من حرية وكرامة وديمقراطة وعدالة إلا إذا كسرت الدائرة الجهنمية للاستبداد وقرينه الفساد. الخطوة الأساسية الأولى هو القضاء على هذا الطاعون الذي يستنزف الأمة ويجعلها رهينة لأعدائها وخصومها. ثم أيضا لا بد من تآلف هذه القوى الحية الصادقة في المجتمعات على ميثاق جامع يكون هو الجسر الذي تعبر من خلاله من المرحلة الحالية إلى المرحلة المستشرفة. ثم أيضا لا بد من البحث عن أوجه التعاون والتكامل بالمجتمعات الإسلامية والدول الإسلامية التي خرجت بشكل أو بآخر من بوتقة الهيمنة الغربية، لكي يتحقق نوع من التسريع لوتيرة التحول في المسار. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يختار لهذه الأمة وأن يوفقها في مسارها. بعد هذه الجولة الماتعة في عالم الفكر والسياسة والاقتصاد وهذا التحليل المفصل لواقع الأمة وآفاق مستقبلها الواعد إن شاء الله تعالى، ننتقل وإياكم للمداخلة الثانية، وكما وعدناكم فيكون برفقتنا خبير في التربية والتعليم الأستاذ ربيع حمو، فليتفضل. وأهلا وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. لسنا في حاجة أن نترافع عن مركزية وأهمية بناء الإنسان واستثمار ما وهبه الله تبارك وتعالى من طاقات وقدرات في بناء أمته وخدمة مجتمعه والارتقاء بوطنه. فلقد أكدت عدة تقارير، ومنها حتى تقارير البنك الدولي، على أن التعليم والارتقاء بمؤهلات الإنسان تمثل مرتكزات استراتيجية في تقدم المجتمعات وازدهارها. ولنلاحظ عندما داهمت جائحة كورونا مختلف الأوطان، فأول من لجأت إليهم هم الباحثون والمتخصصون والخبراء من أجل اجتياز الأزمة الوبائية. وهنا يتجلى لنا بأنه لا سيادة وطنية دون توفر الكفاءات اللازمة من أبناء الوطن والقادرة على إدارة شؤونه وحسن تدبيرها والإجابة عن إشكالاته وتقديم حلول لأزماته. لأن الموارد الطبيعية يمكن أن نستوردها، لكن الإنسان المواطن الخادم لمصالح وطنه والعامل على تنميته لا يمكن استيراده، لأنه بناء وثمرة تربية الأسرة والمدرسة والمؤسسات الاجتماعية. لكن ما نقصده ببناء الإنسان لا ينحصر في تأهيل الإنسان ليصير عنصرا من عناصر الإنتاج الاقتصادي، وإنما نقصد بناء الإنسان المتعبد لله تبارك وتعالى، المصلح في الأرض بحسن عمارتها، والخادم لرسالة الرحمة للإنسانية جمعاء. لذلك فإن من أولويات أمتنا الإسلامية من أجل نهوضها الحضاري ولتكون في موقع ريادي بين الأمم تأسيس منظومات تعليمية قوية وإرساء بنيات قوية للبحث العلمي. وهذا في نظري يتطلب ثلاثة أمور سأتناولها في هذه المداخلة. يتطلب مناخا سياسيا ومعرفيا ملائما
وسياسات عمومية راشدة وحكامة في تدبير هذا القطاع الاستراتيجي. فيما يخص المناخ السياسي والمعرفي الذي يمكننا من الارتقاء بمنظومة التربية والتعليم، سأتناوله من خلال 4 محددات. المحدد الأول هو المناخ السياسي التوافقي. فمجال التربية والتعليم مجال وطني بامتياز، ينبغي أن يكون موطن توافق وتكاثف جهود بين مختلف الفاعلين، من حكومات ومعارضات، من مجتمع مدني وقوى فاعلة، لأنه إذا تحول إلى مجال للاستقطاب والتنازع فسنستنزف طاقات الوطن ومقدراته وسنغامر بمستقبل الأجيال. كما لا ينفع أيضا استفراد السلطة بهذا القطاع المجتمعي الحساس الذي ينبغي أن يتأسس على المقومات الحضارية للأوطان. ومن هنا تأتي الحاجة إلى مناخ ديمقراطي يسهم في إرساء تعليم قوي ورائد ويتيح مجالا للإبداع والابتكار والتطوير. فالتحول نحو الديمقراطية له أثر كبير على التعلم من خلال ما يتيحه من آليات المحاسبة والمراقبة لهذا القطاع الحساس. أما المحدد الثاني لهذا المناخ هو القيمة الرمزية للمعرفة داخل المجتمع، ونقصد به أن تكون للمعرفة وأهلها القيمة الرمزية، وأن تتوفر تلك الحاضنة المجتمعية التي تجعل للمعرفة قيمتها وللبحث العلمي مركزيته وللمنظومة التعليمية أهميتها من أجل تحقيق التنمية المستدامة. أما المناخ الذي يحتقر رموز المعرفة ويزدريهم فهذا هو الذي يصنع التفاهة ويروج له. المحدد الثالث هو ما يتعلق بالقرار السياسي والتنموي، والذي ينبغي أن يكون متكئا على مرجعية معرفية. فهذا القرار ينبغي أن يستند على خلاصات البحث العلمي في مختلف الحقول، لأن معالجات مشكلات المجتمع صارت تقتضي تشخيصا علميا دقيقا واعتماد نظريات ومقاربات علمية لحلها عبر محطات التجريب والتقويم والتطوير، وهذا يحتاج للكفاءات والخبرات المؤهلة لذلك. وهنا يأتي دور مؤسسات التكوين ومراكز الأبحاث في صناعة الأفكار والمفاهيم وصيانة الأمن القومي بل وضمان الإشعاع الخارجي. ولنأخذ على سبيل المثال الكيان الصهيوني الذي نجد له اهتماما بالغا بمراكز الأبحاث، إذ هي التي تهتم بوضع خططه الاستراتيجية. ونذكر منها على سبيل المثال مركز هيرتسيليا لصنع القرار الاستراتيجي، معهد ميفيتيم للسياسات الخارجية الإقليمية، معهد يورشليم وغيرها من المراكز. أما المحدد الأخير فيتعلق بالبنية الاقتصادية ومدى ملائمتها لاستثمار المعرفة، إذ ينبغي تهيئة المناخ الاقتصادي الذي سيستثمر لنا تلك المخرجات المعرفية للمدرسة والجامعة والتكوين المهني، فلا تتحول تلك المؤسسات إلى محاضن اجتماعية تقدم خدمات الإيواء المؤقت لأفواج من أبناء الوطن، ليجدوا أنفسهم بعد حين أن البلد قد أصبحت في غنى عن تكوينهم وأن نفعهم لوطنهم صار ضعيفا أو محدودا جدا. الشرط الثالث الذي سنتناوله في المحور الثاني هو ضرورة اعتماد سياسات عمومية راشدة، ورشد هذه السياسات يتجلى في 3 محددات. المحدد الأول هو تغيير النظرة لقطاع التربية والتعليم والبحث العلمي، فلا ينظر إليه باعتباره قطاعا مستنزفا للموازنات المالية، بل باعتباره قطاعا منتجا ومركزيا في بناء النهضة وتوفير متطلباتها، وهذا يقتضي أن يبوأ المكانة التي يستحقها في موازنات الدولة المالية وأولوياتها بدعم المدرسة والجامعة ومراكز الأبحاث.
وهذا بطبيعة الحال يستدعي الرفع من نسبة الإنفاق على التعليم، والذي نجده للأسف لا يتجاوز في الدول العربية 4.5% مقابل 7.6% داخل الكيان الصهيوني. المحدد الثاني لرشد هذه السياسات هو ضرورة الرفع من الإنفاق على البحث العلمي والتطوير، لأن كثير من الدراسات أثبتت بأن الاستثمار في البحث العلمي له عائد كبير ومؤكد يصل إلى 35% من إجمالي تكلفة الاستثمار، لكن نسبة الإنفاق المحلي الإجمالي في هذا المجال على المستوى العربي نجده لا يتجاوز 0.3%، بل حتى هذه النسبة الضعيفة تستغرقها رواتب الأساتذة الباحثين مع غياب لتحفيزهم وتوفير الشروط الضرورية لأبحاثهم. وأثر ذلك نجده مثلا في عدد الباحثين في العالم العربي الذي معدله ضعيف جدا، نجد 417 باحث لكل مليون نسمة، في حين أن المعدل العالمي هو 1080 باحث لكل مليون نسمة، بل في البلدان المتقدمة هو أكثر من 3500 باحث لكل مليون نسمة. كما يظهر يعني هذا الضعف هذا الإنفاق حتى في تصنيف الجامعات، مثل تصنيف شانغاي مثلا على سبيل المثال في سنة 2019 نجد أن الجامعات العربية لا تدخل ضمن 20 ولا 100 أفضل جامعة، وإنما تدخل ضمن أفضل 500 جامعة من خلال 5 جامعات فقط، أما ضمن 1000 جامعة نجد فقط 13 جامعة عربية. بالمقابل نجد أن بعض البلدان الإسلامية يعني قد حققت تقدما في هذا المجال، حيث تبوأت 12 جامعة تركية يعني مركزا خلالها يعني من خلال هذه الجامعات الألف، و13 جامعة إيرانية. مؤشر آخر يعكس ضعف الإنفاق على التعليم هو عدد المقالات العلمية المنشورة، إذ في العالم العربي نجد 38 مقالة لكل مليون نسمة، مقابل مثلا في الكيان الصهيوني نجد 1400 مقالة علمية لكل مليون نسمة. المحدد الثالث لرشد هذه السياسات هو ضرورة حفظ الكفاءات من نزيف هجرتها، فلو وجدت تلك الأدمغة وتلك الطاقات والكفاءات المناخ المناسبة والمشجعة لها لما هاجرت إلى الغرب. وقد اكتشفنا في سياق الأزمة الوبائية قامات علمية كبيرة من أبناء أوطاننا الإسلامية تصدرت المشهد العلمي والبحثي في البلدان الغربية، وفي ذلك درس بليغ لنا. كما أننا بالمقابل اكتشفنا حتى داخل أوطاننا كفاءات مغمورة أسهمت في تقديم اختراعات وإبداعات متميزة لمواجهة تداعيات الجائحة، ما كان لنا أن نلتفت إليها ولا إلى إنجازاتها في الظروف العادية للأسف التي تهيمن عليها أو تهيمن فيها التفاهة على المشهد العام. المحور الأخير أتناول فيه شرط الحكامة في تدبير قطاع التربية والتكوين والبحث العلمي، وهذه الحكامة تقتضي جعل المدرسة بمختلف أصنافها مدرسة وطنية خاضعة لمعايير الهوية الحضارية ومحققة للإنصاف بين أبناء الوطن. كما لا ينبغي أن يهيمن الاهتمام بالبنيات المادية فقط، بل هنالك جوانب أخرى ينبغي العناية بها، فمن أهم عوامل الارتقاء بالمنظومة التعليمية الارتقاء بتكوين المدرسين وتطوير مهاراتهم بما يتوافق مع المستجدات. وقد اكتشفنا في سياق جائحة كورونا الإمكانات الهائلة التي يمكن أن يوفرها الفضاء الرقمي إذا أحسننا استثماره ووفرنا شروطه، كما أن نظام التوجيه ينبغي إصلاحه وتطويره من أجل أن يجد المتعلمون والمتعلمات ذواتهم من خلال مسارات متنوعة تتوافق مع ذكاءاتهم وميولاتهم، لكن هذا يقتضي شرطا ضروريا هو تصحيح مجموعة من التمثلات المجتمعية والرسمية أيضا التي تولي أهمية لتخصصات على حساب أخرى. وهذا
يعني قد أسهم في فشل عدة أجيال ارتهنوا لمسارات لا تنسجم مع مؤهلاتهم بفعل تلك التمثلات المهيمنة. إذن فحسن ترشيد موارد قطاع التربية والتعليم يقتضي حسن التوجيه التربوي بما يتناسب حاجيات الدولة من التخصصات العلمية والأدبية والإنسانية، من حاجاتها من المسالك النظرية مقابل المسالك المهنية التطبيقية. وفي الختام أقول: لا نهوض حضاري إذن دون تعليم قوي ومناخ للبحث العلمي والتطوير والابتكار. والحمد لله رب العالمين. نشكر الأستاذين الفاضلين على ما قدما وأجادا، ونفسح المجال لتعقيبات الأخوات الفضليات والإخوة الأفاضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أنطلق في البداية من سؤال طرحه الأستاذ رشدي في مستهل مداخلته والمتمثل في: هل تشكل جائحة كورونا حدثا عابرا أم أنها تشكل بالفعل نقطة تحول تاريخي؟ أعتقد أن الإجابة على هذا السؤال قد تختلف فيه وجهات النظر، والأكيد أن العالم ما بعد كورونا بجزئياته وكلياته لن يعود كما كان قبلها، لكن الآكد والثابت الذي لا ينبغي أن يتغير هو يقيننا في الله سبحانه وتعالى في أن ما يحدث هو على عين الله تدبيرا وتخطيطا يصنع به موعوده بنصره للمستضعفين. يقول الله سبحانه وتعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. فإن كان غيرنا كما كان يقول الأستاذ عبد السلام ياسين رحمه الله ينفعل مع الأحداث فيكون تصرفه رد فعل زمني، فنحن مسؤولون أن نصمد إلى الهدف الذي من أجل تحقيقه نتحرك. فهل استثمرنا هذا الحدث دافعا محفزا وعاملا مسرعا نحو تحقيق غد الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية للأمة وللإنسانية جمعاء؟ ولعل مداخلة الأستاذ رشدي تفتل في هذا الحبل، وإثراء للنقاش أرى أنه لا بد أولا التأكيد على أن المدخل السياسي هو المنطلق والأساس لنجاح أي مشروع اقتصادي واجتماعي من شأنه إخراج الأمة من التخلف والانحطاط. فأزمة الأمة تاريخياً كانت دائماً وما تزال هي أزمة حكم انتقدت عراه منذ قرون، ففقد مقوماته الأساسية من شورى وعدل وإحسان، هذه الثلاثية التي هي شرط صحة كل حكم رشيد. إن الاستبداد هو أصل داء الأمة ومرضها العضال، ودونها أعطاب اقتصادية واجتماعية وفكرية هي أعراض ليس إلا. ولعل مقولة لا تنمية بدون ديمقراطية يصدقها واقع حال العديد من الدول الصاعدة التي عرفت تجارب انتقال ديمقراطي حقيقي سجلت به في زمن وجيز إنجازات مذهلة على جميع الأصعدة والمستويات. انظر مثلا لإسبانيا بعد انتقالها الديمقراطي كيف جاوز دخلها الإجمالي الخام 1500 مليار دولار، وإلى كوريا الجنوبية التي جاوز دخلها الإجمالي الخام بعد انتقالها كذلك 1500 مليار دولار، وإلى إثيوبيا أيضا التي جاوز دخلها الإجمالي الخام 80 مليار دولار بعدما كان سنة 1996 لا يتجاوز 7 مليار دولار. ثانيا التأكيد على أسبقية بناء اقتصاد قوي ومستقل باعتباره الأرضية الآمنة لاستقرار سياسي ومجتمعي على حد سواء. هذا الاستقرار الذي تصاحبه بالضرورة تنمية وعدالة اجتماعية، فشعوب المنطقة العربية والإسلامية ملت وسئمت من الخطابات الحماسية والوعود الحالمة والزائفة، ولا تهمها الصراعات الإيديولوجية ولا المقارعات الفكرية. الشعوب تريد الآن عيشا كريما بما هو مسكن لائق ورعاية اجتماعية صحية وتعليم تتكافأ فيه الفرص،
خصوصا وأن الوضع الاجتماعي بعد هذه الجائحة سيزداد هشاشة قد ينذر بما لا يحمد عقباه لا قدر الله. ثالثا، التأكيد على ضرورة إعادة صياغة مفهوم التنمية بما يتلائم مع وظيفة الإنسان الاستخلافية من عمارة للأرض وتسخير خيراتها لخدمة احتياجات الإنسان المادية والروحية لا تخريبها وتطويعها لمصلحة المفسدين. فقد كشفت تداعيات هذه الجائحة الإعاقة التي يعاني منها النموذج التنموي في الدول الغربية من حيث هيمنة الأبعاد المادية وغياب الأبعاد القيمية وكذلك الأخلاقية التي بطبيعة الحال هي صمام أمان في مواجهة كل أسباب التفكك والتمزق المجتمعي. رابعا وأخيرا، مراعاة سنة التدرج والرفق في تنزيل أي مشروع تغييري في أبعاده السياسية والاقتصادية والمجتمعية، وذلك باستصحاب جملة من المبادئ المؤسسة للمراحل الانتقالية، فما خرب في قرون لا يمكن بناؤه ضربة لاذي. رحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. لنتعقب حول موضوع محور دور التربية والتعليم في كل تنمية بانية لحضارة الأمة في ارتباطه بالتحولات الدولية الراهنة ومستقبل العالم الإسلامي. فخلال هذه الجائحة ومع الحس الصحي لوحظ أن العنصر البشري أصبح أكثر تعطشا للعيش في مجتمعات يسودها احترام متبادل وتغمرها أخلاق الرحمة والتكافل والإحسان لكل ذي حاجة، وتجلى ذلك في التجاوب الكبير مع كل المبادرات التي تسير في هذا السياق وتشجيعها ضمن فضاءات التواصل الاجتماعي. فهناك حاجة للمجتمعات البشرية إلى إعادة الاعتبار للقيم والأخلاق، فكيف نلبي هذه الحاجة؟ نلبي هذه الحاجة إن شاء الله بحول الله من خلال تربية تهدف إلى تغيير الإنسان وإعادة الاعتبار للقيم والأخلاق، ومن خلال هذا الإنسان نغير مجتمعات بالتربية والتعليم. ويقول الحق سبحانه وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. تربية وتعليم ترتكز على جوانب ثلاث للإنسان: جانب العقلي وجانب الوجداني والجانب الجسدي. فكيف تكون هذه التربية وهذا التعليم، وما مدى أهمية كل جانب من هذه الجوانب الثلاث، وكيف نركز عليها؟ نبدأ بالجانب الأول وهو الجانب العقلي. نعلم جميعا أن الإنسان أبدع عبر التاريخ في تطوير وسائل التي توفر الأمن والاستقرار والكفاية الذاتية، وقد كانت كل مرحلة تاريخية تستفيد مما تراكم من خبرة وعلم في المرحلة السابقة للإنسانية. فهذا التطور لم يكن يحصل إلا بالعلم والتعلم واختراعات والابتكارات، فأمر التعليم والتعلم حاسم لاستمرار الخبرة وتطويرها. إلا أن المرحلة الأخيرة التي نعيشها الآن عرفت سرعة كبيرة في تطور غير مسبوق لمجالات المعرفة والتخصصات العلمية. وهنا أشير إلى أن العالم المستقبلي الأمريكي ريشارد بوكنريسر قال بأن في منحه اخترعه قال بأن العلوم كانت قبل سنة 1900 ميلادية تضاعف كل قرن ونصف، ثم بعد الحرب العالمية الثانية أصبحت تضاعف كل ربع قرن، في الوقت الحالي فهي تضاعف خلال كل سنة أو سنتين، وقريبا تتضاعف خلال نصف يوم نص ساعة. إذن فكيف لنا أن نتوقف عن طلب العلوم العقلية؟ بل أصبح أو يكاد الفرد غير متعلم لا يجد له مكان في المجتمعات الحالية الموسومة باستعمال الوسائل التقنية الدقيقة وبمستوى التواصل الرقمي بلغ مستويات عالية. فأصبحت قوة الدول والمجتمعات مرتبطة بالمعرفة والقدرة على الابتكار والاختراع والسبق في التقدم التكنولوجي، ولهذا نجد أن الدول تتنافس في استجلاب الطلبة والباحثين الأجانب وذوي الكفاءات، خصوصا من دول العالم التعيل حيث الوضع الاجتماعي متردي، لكي تستفيد من طاقتهم. فعلى سبيل المثال تقول الولايات المتحدة الأمريكية فيها أكثر من مليون طالب أجنبي، والصين نصف مليون، اليابان 300,000، تركيا الآن هي في حدود 1,000 أو عفوا 172,000 طالب أجنبي.
إذن فهناك سرق وتسابق لاستيعاب وتقديم منح لهذا الجانب اللي كيستفيد. إذن نتكلم الآن في هذا الوقت عن رأس مال بشري أكثر مما نتكلم عن رأس مال المادي. ونجد دول لها تتطور فقط على الرأس مال البشري وهي رائدة عالميا مثل اليابان، سنغافورة، كوريا وغير ذلك. إذن فهو هذا المجال هو مجال من مجالات إعداد القوة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. لابد أن نوفر طبعا تحللت في هذه القوة، لابد أن نوفر كل وسائل المستلزمات ونأخذ الأمر بجدية. فيما يخص الجانب الثاني وهو الجانب الوجداني، قبل أن أتكلم عليه سأشير فقط إشارة خفيفة إلى الجانب الثالث وهو الجانب الجسدي. فهذا الجانب هذايا لابد أن نأخذه بعين الاعتبار حسب مستوى العمري للفرد والإنسان. وطبيعة الحال كل ما أعطينا قدر لهذا الجانب انعكس إيجابا على الجانب العقلي وعلى الجانب الوجداني، وكما يقال أن العقل سليم في الجسم سليم. بخصوص الجانب الثالث، فكما سبقت الإشارة أن مطلوب مرغوب هو نموذج حضاري يتعامل مع الإنسان في هذا الكوكب القرية الصغيرة وفق مبادئ وأخلاق وقيم صادقة لا تكيل مكاين مختلفة حسب العرق أو الدين أو اللون أو الجنس أو غير ذلك ما نرى في مناطق كثيرة من العالم. فالإنسان المراد تغييره هو بطبيعة الحال ليس فردا منعزلا، وإنما هو كائن اجتماعي يتعامل ويتفاعل في مجتمع. ومع الأسف الشديد فهذا مفهوم المجتمع لم يعد يحمل دلالة المجتمع في كما هو كان متداولا في تقليديا، مجتمع حيث حركة الإنسان الجسمية أو ما يحيط بها. فأصبح الآن مجتمع هو هذا المجتمع الذي فيه تطور التواصل الرقمي والفضائي. أصبحت الكرة الأرضية كما يقال هي قرية صغيرة، ونجد جامعات تقدم شواهد عبر تعليم عن بعد كما عرفت الجائحة، كذلك دلالة أو قوة هذا الفضاء التواصلي بحيث أن أصبح التعليم كله عن بعد. بطبيعة الحال هذا جانب يستفاد منه، ولكن هو كان كذلك جانب خطير. فهناك من اتخذ مدارس من تعمل أو اتخذت كمبدأ لها ومنهج عزل التلاميذ عن هذا الفضاء التواصل الاجتماعي والرقمي، ومن أكبر روادها أبناء عمالقة ماسكي مؤسسة التواصل الرقمي الاجتماعي. لما لهذا الفضاء التواصل الرقمي والاجتماعي من تأثير وقوة على هذا الإنسان الذي نريد أن نغيره. إذن فلا بد أن نأخذ هذا الجانب بعين الاعتبار. فنقول بأن هذا الإنسان هو يتفاعل في مجتمعه، ومفروض أن لا تكون هناك تناقضات بين مؤسسة محتضنة لعملية التربية والتعليم في شقها العقلي بالأساس هو المدرسة، وباقي مؤسسات مجتمع منها نخص بالذكر بالدرجة الأولى الأسرة والإعلام. فلكي لا يكون هذه التناقضات لابد من مبادئ ومنطلقات توجه الجميع في هذه المجتمعات. وبكوننا مجتمعا إسلاميا له مرجعية موحدة تمثل في مبادئ هذا الدين الحنيف، نستنبط بعض القيم والمبادئ نقدمها لتكون منارات موجهة لطريق الأخلاق والقيم لنا ولغيرنا مسائل البشر بحكم كما سنرى قبولها من طرف الجميع. وسيكون هناك فقط إشارة سريعة بحكم ضيق الوقت. الرحمة، مبدأ الرحمة، يقول سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة العالمين. فالذي أرسل بها الدين هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أرسل رحمة للعالمين، ما أرسل إلا رحمة العالمين. فمبدأ الرحمة ينطلق منه كل خير ويعم كل شيء، وقال سبحانه وتعالى ورحمتي وسعت كل شيء. مبدأ نبذ العنف هو من الرحمة، يقول الحق سبحانه وتعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فانظر هذه المعاني الرحمة التي توجد هنا، وأن هذه المعاني نبذ العنف. من الرحمة نبذ العنف بكل شيء أشكاله، سواء كان فكريا أو لفظيا أو جسديا أو غير ذلك. فلو تشربت الإنسانية فقط هذا المبدأين في سلوكهما لعم السلم والأمان داخل هذا الكوكب. مبدأ الكرامة، الحق سبحانه وتعالى قال ولقد كرمنا بني آدم، فالإنسان مكرم عند ربه وعلينا أن نصون هذه الكرامة ونحفظها. المساواة، يقول سبحانه وتعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم،
ويقول صلى الله عليه وسلم في حديث لا فرق بين عربي وعجمي إلا بالتقوى. إذن فالآية والحديث تدل على أن لا مجال للعصبية مرتبطة بالعرق أو بالنسب أو بالوطن أو باللهجة أو الجنس أو اللون أو غير ذلك، فإنما هناك مساواة بين سائر البشر. مبدأ الحرية، منطلق الحرية هو منطلق منبثق من تكريم الإنسان للشخص كما سبقت الإشارة إلى ذلك. فمن هذا الباب فقد كرم الله سبحانه وتعالى هذا الإنسان وترك له حرية اختيار في كل أموره بما في ذلك اختياره لدينه. فيقول سبحانه وتعالى لا إكراه في الدين، ويقول سبحانه وتعالى إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، فهو المسؤول عن نفسه في اختيار سبيل شكر أو كفر أو الكفور. فالحرية مبدأ نزل بالحق سبحانه وتعالى. العدل، مبدأ العدل، يقول رب العزة سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، والقسط هو العدل، شهداء بالقسط ولا يجرم منكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب التقوى. فهناك أمر بالعدل، فأمرنا سبحانه وتعالى أن نقسط ونبر بمن يقاتلنا في بل نبر بمن لم يقاتلنا في الدين. فقال سبحانه وتعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فالعدل مطلوب حتى مستوى القتال لا نبلغه إلا بمن قاتل وأخرج هذا من ديارهم، فإذاك فمطلوب أن وإلا فمطلوب عندما لا يكون هذا الأمر قتال وإخراج من ديار، فمطلوب أن يكون هناك تعامل بالعدل بالقسط، ويؤكد رب العزة سبحانه أنه يحب المقسطين. إذن هذه قيام إنسانية يتطلع لها كل بشر مستنبطة من وحي ربنا سبحانه وتعالى، ونجد من ينادي بها في كثير من المنظمات وفضلاء وذوي المرؤات، يعني أنها من مبادئ مقبولة لدى الجميع مع فارق الاعتقاد بمن أنزلها بطبيعة الحال، فهي صالحة لتكون مبادئ منطلقة تربية الإنسان أي إنسان في هذا المجتمع كما سبق الإشارة إلى مجتمع الكرة الأرضية ومجتمع القرية. بطبيعة الحال هناك إشارات أخرى سأشير لها بسرعة. المفروض أن تجد التربية الوجدانية منبتا لها في المراحل المبكرة لحياة الفرد داخل الأسرة، حيث يتشرب في حضنها البذور الأولى للأخلاق والقيم والمبادئ، وفي حضنها يتم غرس الولاء في شخصية هذا الفرد، فإما أن يكون ولاء لله أو ولاء لغيره. لكن نلاحظ في أن هناك في هذه المرحلة مشاغل الدورة الاقتصادية وانشغال بفضاء الإعلام والتواصل الاجتماعي ألهت كثيرا من الأسر عن هذه المهمة. فأشير بعض النقط بسرعة. فلا بد للتربية والتعليم أن تضع ما أشرنا إليه في كأهداف لها لتحقيقها، ولتحقيق ذلك لا بد من توفير مربون معلمون ذو كفاءات ملمون بأدوات التربية وطرقها، وأن يكونوا قدوة ومثالا يقتدى به في أخلاقهم وعملهم. كذلك لتحقيق هذا الأمر ما أشرنا إليه لا بد من أن تركز البرامج والمناهج على الأخلاق والقيم، وأيضا على الجوانب المرتبطة بالحياة العامة المهنية، ونقصد فيها نقل المهارات والخبرات المتراكمة في ورشات تدريبية يكون أفضل. وشكرا، الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وآله وصحبه أجمعين. تخلفت الأمة الإسلامية على الركب الحضاري بعد أن كانت رائدة في الفكر والفلسفة والعلوم النظرية منها والعملية، ما جعلها تتربع على منبر الإشعاع والتنوير بدون منازع قرونا خلت. أما اليوم فالأمة دويلات من عرب وعجم كما رسم حدودها الاستعمار الغربي، فهي تمتد في قلب العالم جغرافيا وفي أحسن موقع
غنية بثرواتها البشرية حوالي ربع سكان المعمور، غنية بمواردها الطبيعية من أنفس المعادن إلى أكبر مصادر الطاقة، وغنية ببحارها وبمعابرها البحرية الاستراتيجية. أمة بهذه المؤهلات ينتظر أن تكون وأن يكون لها شأن، لكن تعليمها وبحثها العلمي جد متدنيين، والأمية منتشرة فيها، وزنها السياسي لا أثر له يذكر في المحافل الدولية حتى ولو تعلق الأمر بقضايا أبنائها دولا كانوا أو أقليات أو مقدسات، القدس وفلسطين نموذجا. اقتصادياتها لا تساير العصر، إنما معظم دولها مستهلكة. الدين الإسلامي متحكم فيه رسميا، لا يشكل منطلق تحرر وبناء، وإنما يختزل في مجموعة شعائر وقوانين الأحوال الشخصية وأنشطة للوزارات الوصية من داخل فقه التقليد ضمانا للولاء للحكم القائم. المستوى المعيشي للشعوب الإسلامية والوضع الاجتماعي ومستوى الحريات عموما متدن، ما يجعل هذه الشعوب مرجوحة في ميزان القوى مقارنة مع قوة الأنظمة الحاكمة، كما أن المؤسسات المنتخبة إن وجدت تبقى شكلية تستغل لتزيين الواجهة. إنما ومن حسن الطالع فالوعي الجمعي للأمة يمكن تلخيصه في عدم الرضا بالحال والرغبة في النهضة والتغيير. فما هي الدعوات المعاصرة لنهضة الأمة؟ فقد توالت على الأمة الإسلامية لأزيد من 100 سنة مجموعة من الدعوات المنظمة، وكلها تنشد نهضتها، وطبعا وفقا لمرجعية هذه الدعوة المنظمة. بداية، دعوات انطلقت من رحم الأمة ومن عمق المشروع الإسلامي للتغيير في أبعاده النفسية والخلقية والثقافية والسياسية والاقتصادية والمالية، في استقلال عن الدعم الخارجي، وهذا لم يكتب له النجاح لحدود اليوم نظرا للتوجس التاريخي الدولي من وحدة الأمة وقوتها ومنظومة قيمها المنافية لاستعباد الإنسان من طرف الإنسان والتبخيص من معنى وجوده. ثم أيضا دعوات منظمة حداثية ليبرالية اقتنعت بالمشروع الحداثي الغربي بكليته، فمنها من وصل قادتها إلى الحكم في بعض دول الأمة ومرت عليهم عقود على رأس الدولة، فلم يشيعوا حرية ولم يوطنوا لديمقراطية، بل انقلبوا مستبدين ومستغلين. ومنهم من بقي في التنظيمات السياسية لم يلبثوا أن دخلوا في جبة الأنظمة الحاكمة بعد أن فشلوا في امتحان الديمقراطية الداخلية. ثم أيضا دعوات اشتراكية اقتنعت بمشروعها المتشبع بالمبادئ الاجتماعية ومناهضة الرأسمالية الغربية، فتحركت مستفيدة من فترة الصراع بين المعسكر الشرقي والمعسكر الغربي آنذاك قبل أن تزحف العولمة الليبرالية وتختلط الأوراق الإيديولوجية، بما في ذلك في الدول الاشتراكية الأصلية روسيا والصين. فما هي التحولات التي وقعت في نهاية القرن العشرين؟ الصينيون تخلوا عن الجانب الاقتصادي في الاشتراكية، فأصبحوا على المستوى الإيديولوجي أمة اشتراكية، وعلى المستوى الاقتصادي أمة ليبرالية منفتحة على الغرب على مصارعها كلها، فها هي اليوم تتنافس على ريادة العالم. روسيا أيضا والدول المنبثقة عن المعسكر الشرقي ظلت اشتراكية إلى أن انفكت واستقلت، فطلقت الاشتراكية والشيوعية مذهبا وإيديولوجيا واقتصادا.
أما الغرب بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية فأصبح قلقا جدا من التفوق الصيني وبروز النمور الآسيوية ابتداء من حليفته اليابانية ومرورا بإندونيسيا وكوريا وسنغافورة وماليزيا وتركيا مؤخرا. هذه الدول مارست كما يقول منظرو السياسات الغربية، مارست التحديث الاقتصادي والتكنولوجي بالاعتماد على منظومات القيم الخاصة بشعوبها وتقاليدها وثقافتها التاريخية دون أن تتأثر بالقيم الحداثية الغربية التي لا توافقها، بل إنها تعلن رسميا وصراحة عن معاداتها. وهذا ما حدث أو ما حاذى بصامويل هنتنغتون بإعلان تهيبه من تقارب وتقاطع الثقافة الآسيوية والثقافة الإسلامية، واعتبر هذا التقارب يشكل خطرا على الحضارة الغربية في أطروحته التي عنونها بصدام الحضارات، حيث يعتبر أن هذه الخطورة قد تبدت كما يقول في أوضح صورها في التوكيد الثقافي وتحديات الغرب التي جاءت من آسيا ومن الإسلام، وهي الحضارات الديناميكية في الربع الأخير من القرن العشرين. ويضيف ما لا يحتاج إلى تفسير قائلا: ويتجلى التحدي الإسلامي في الصحوة الثقافية والاجتماعية والسياسية العامة للإسلام في العالم الإسلامي وما يصاحبه من رفض لقيم الغرب ومؤسساته الاجتماعية. فأمام هذا الوضع العالمي، ما هي الخيارات السياسية والاقتصادية القمينة بصناعة حضور مستقبلي فاعل للأمة؟ أما على المستوى السياسي ففي كل مجتمعات الأمة يطرح ومن طرف جميع الألوان السياسية خيار الديمقراطية، لكن هذا السؤال أصبح اليوم يتطلب بعد اجتياح كورونا لدول النشأة الديمقراطية يتطلب سؤالا توضيحيا يكمله، فنقول: الديمقراطية نعم، لكن أي نموذج؟ أهو النموذج الأمريكي الذي يمشي بسرعتين على مستوى المواطنة والحقوق الاجتماعية وحقوق الإنسان؟ فها هو المرشح للرئاسيات الأمريكية جو بايدن في 2020 يقول: يجب القضاء على عدم المساواة الموجودة في مجتمعنا الأمريكي. فأين غابت الديمقراطية الأمريكية التي كان يسعى الأمريكيون لتصديرها؟ أم هو النموذج الأوروبي الذي بات فيه الإنسان فاقدا للمعنى كما بحت به حناجر فلاسفة أوروبا أنفسهم، منحلة فيه الروابط الاجتماعية، وأن حياة الإنسان باتت مع كورونا تقاس بمدى نفعه ومردوديته في سوق العمل؟ أم هي الحكمة الآسيوية في الحكم وسياسة المجتمع التي قضت بتوظيف الآليات الديمقراطية مع الحفاظ على روح المجتمعات وثقافاتها وتقاليدها ودياناتها وإن تعددت؟ تلكم الحكمة المجربة، أقول تلكم الحكمة المجربة على أرض الواقع الآسيوي وفي عدة دول قد يكون لها أثر إيجابي في نهوض الأمة بالمقارنة مع دعوات مسح الطاولة، بشرط أن تتواضع عليها مكونات مجتمعات الأمة الصادقين ويطوعونها
ويكيفونها لغايات شعوبهم تبعا للوضع القائم. هذه المكونات على اختلاف مشاربها مدعوة إلى رفع التحديات أكثر من غيرها، محتاجة إلى تقارب وتوافق وهما عين الحكمة، ومحتاجة إلى قدرة على الإبداع وذكاء يعفي الأمة من عمليتي النسخ والإلصاق البليدتين. فقد اتضح جليا أن ترصانة المبادئ المعلنة عالميا أوهن من بيت العنكبوت، وحسبنا أن المناخ الذي أبرز هذا الاتفاق، أقول وحسبنا أن النجاح في رفع التحديات بالوقوف على أرضية مشتركة هو وحده المدخل، لا سيما لاستمالة الشعوب والرهان على مشاركتها في التغيير والبناء. إنها فرصة لا تعوض سنحت بها أزمة كورونا العالمية، وإلا فها هم المحللون السياسيون يتوقعون تزايد حضور الدولة بعدما كانت الرأسمالية في العقود الأخيرة تدفع بالدولة إلى الانسحاب ليحل محلها القطاع الخاص، سواء في الاستثمارات الكبرى، في القطاعات الاجتماعية أو في القطاعات الاجتماعية من تعليم وصحة وخدمات. لكن السؤال المطروح هو عن أي نوع من الحضور يتحدثون؟ أهو حضور من أجل النظر في بنية ووظيفة مؤسسات الدولة والمجتمع والعلاقات بينها تأسيسا لحكم راشد عملا وممارسة، ومن أجل التخطيط ليصبح الشعب متعلما وواعيا يشارك بالفعل، ومن باب الواجب في القرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ويمارس واجبه في مراقبة ومحاسبة المسؤول أو المسؤولين عن التنفيذ؟ أم أن حضور الدولة لا يعدو أن يكون حضورا أمنيا قمعيا يحمي الرأسمال العالمي والمحلي ليزداد استغلالا للثروات وللإنسان؟ والكل يقول إذ ذاك يوم لا ينفع ندم أكلت يوم أكل الثور الأبيض. وأخيرا، التوجهات الاقتصادية الكبرى المنتظرة. يتوقع المحللون أن النظام الاقتصادي في مستقبل الأيام وعلى أثر صدمة كورونا وما بعثته من تحذيرات سيتركز على ثلاثة أسس: الأمن الغذائي، والأمن السيبراني، والأمن البيولوجي. والملاحظة التي يجب أن نضعها أن هذه الأسس الثلاثة ذات حساسية كبيرة وخطيرة، إذ لا يمكن أن تنوب فيها دولة على أخرى، وإلا سيصبح أمنها بأبعاده الثلاثة مخترقا. ومن هنا يصبح الوقوف على الأرضية المشتركة بين أبناء الوطن الواحد في انتظار وتكامل أوطان الأمة يصبح ضرورة ملحة وليس طرفا سياسيا، ليس إذن طرفا سياسيا. وهكذا، فإذا توفرت الإرادات السياسية وصفت الأجواء وسكن في القلوب الولع بالعلم والعمل والإنتاج، فإن الخيارات الاقتصادية الكبرى ليس فيها اختلاف يذكر، فهي لا تخرج عما يلي: أولا، التركيز على تعليم العلوم البحتة والذكاء الاصطناعي وعلوم التدبير تنبثق عنها مهارات عملية إبداعية، وتثبيت البنية التحتية للبحث العلمي المخترع الصانع، مع وضع استراتيجية بعد ذلك وليس قبله لجلب العقول من المهجر.
ثانيا إرساء الصناعة الثقيلة لارتباطاتها المباشرة بقطاعات اقتصادية حيوية كالفلاحة وما تتطلبه من آلات تيسر العمل وتضاعف الإنتاج والعمل في المناجم وغيرهما، ثم قطاع النقل البري والبحري والجوي وما يتطلبه من بنى تحتية تسرع عمليات التبادل التجاري والتنقل، ثم توطين التكنولوجيا الدقيقة وليس استيرادها طبعا، وفي الأخير إحداث أنظمة مالية تدعم عجلة الاقتصاد وتفك رقبة الأوطان ثم الأمة من وصاية مراكز التمويل الرأسمالية الأجنبية. وإلى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر المتابعات والمتابعين في هذه الندوة المباركة، ونعدكم بندوات ولقاءات في المستقبل إن شاء الله القريب مع مكتب العلاقات الخارجية الجماعة العدل والإحسان في برامجها وأنشطتها. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.